فيروس كورونا الجديد أو ما يعرف بالفيروس التاجي سلالة جديدة من فيروس كورونا تم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي، ولم يكن هنالك سوى نوعين من الفيروسات التاجية الأخرى التي كانت معروفة بأنها قاتلة، وهي فيروس كورونا الشرق الأوسط أو ما يعرف بفيروس ميرس، والفيروس الآخر هو فيروس السارس. فيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات الشائعة بين الحيوانات من ثدييات أو طيور، كما أن هنالك حالات نادرة تنتشر بين الأشخاص أيضا فيما يعرف بمرض حيواني المنشأ. أعراض الإصابة بهذا الفيروس تشمل الأعراض التنفسية وارتفاعا في درجة الحرارة وضيقا في التنفس وألما في الحلق والصداع والسعال، وبالنسبة للذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي هناك احتمال أن يسبب الفيروس مرضا شديدا في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية. وينتشر فيروس كورونا بين الحيوانات فيما بينها ومن خلال الاتصال بين البشر والحيوانات، كما أنه يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، ويستغرق ظهور الأعراض ما بين يومين و14 يوماً. ورغم عدم اكتشاف طريقة العدوى الحقيقية، ينصح بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال والعطس، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب الاقتراب أو لمس الحيوانات حية أو ميتة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون إلى جانب استخدام مطهر لليدين من حين لآخر. نرجعوا في حديث الناس، واليوم اخترنا باش نحكيوا على موضوع التبرعات. برشا ناس ما عندهاش ثقه، هذا ما نجموش ننكرو، برشا ناس كي قالوا نقصوا نهار يعني من الشهر، يقولوا احنا نتاع الموظفين لصالح تبرعات ولصالح الدوله وزاره الصحه، قالوا لا ما عندناش ثقه. فما ناس تحب تعرف التبرعات هذه من قاعده تمشي. احنا حبينا اليوم نحيطوا بالموضوع هذايا، واستضفناكم يظهر لي البروفيل المناسب اللي نجم يحكينا على التبرعات، وخاصه انه فما بادره طيبه من طرف اطباء قاعدين يعملوا في معناتها اطار واضح انهم يجمعوا التبرعات هذه بكل انواعها. تو نزيدوا بعد نحكيوا على انواع التبرعات اللي تم جمعها باش ينجموا يوجهوها للجهات المناسبه، لانه نعرفوا فما ناس تحتاج اكثر من ناس، فما جهات أكثر من جهات، فما مؤسسات صحية أكثر من مؤسسات صحية أخرى. هذاك علاش اليوم بعدنا باش نستقبلوا الدكتور محمد سيف الدين محمود، طبيب مقيم في الجراحة. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بك. يعيشك وبيك. إذا تأطر لنا هالبادرة هذه جمع التبرعات وإنها تكون متمركزة في مكان واحد في إطار واحد، ومن بعد يتم توزيعها بطريقة عادلة ومناسبة. اكزاكتومون. المبادرة متاعنا اسمها مبادرة نحميهم، هي مبادرة خرجت من الأطباء الشبان التونسيين. أيوة. من شبكة أطباء شبان التونسيين جون ميدسان تونيزيان تونايد، تلقاوها على الوسائل الاتصال الاجتماعي فيسبوك، اللي هي تتبع جمعية قرطاج للصحة، بالتعاون مع بتنسيق وتعاون زيادة مع منظمة المجتمع المدني، مع منظمة بادر للمواطنة، وكيف كيف زادة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني لعمادة الأطباء. علاش دكتور أنتم ما شفتوا اللي النجم معناتها يلزم يكون فما نويو، فما ناس بالحق تلم التبرعات وتوزعها بالطريقة هذه، هل أنكم شفتوا خلل معناتها واضح في توزيع التبرعات وجمعها؟ هذا الهدف اللي خرج من المبادره هذه. دونك احنا خذينا مختلف المكونين تاع القطاع الصحي والمجتمع المدني والمجتمع في تونس بصفه عامه، ولاحظنا اللي فما تشتت كبير متاع التبرعات والمد التضامني هذايا اللي موجود في مختلف بقاع الجمهوريه معناتها. أيوة. كل شيء معناتها كل واحد عنده مبادره ولا عنده انيشيتيف يحب يحاول ينفع بها سبيطار اللي بحذاه، الوغ كو في الحالات هذه فما اختلاف معناتها من سبيطار لسبيطار ومن منطقه لمنطقه. معناتها مثلا ينجم يجي واحد، نعطي مثال، مثلا مثال غير دقيق هو. أيوة. لكن مثال عطاير هكاية، ينجم واحد مثلا صانع 50,000 كمامة يمشي يتبرع بها المستشفى في الجهة متاعه، مستشفى صغير في الجهة متاعه، ألوغ كو الاحتياجات متاع المستشفى هذيك تتمثل في 1,000, 2,000, 5,000 معناتها، لكن مش يقعد موجود غاديك في الستوك هذيك ومش باش يستعملوه. احنا الهدف متاعنا هو جمع مشكل التبرعات بركة، لكن جمع الجهد والمد التضامني اللي موجود في الجمهورية الكل،
كما رينا برشا مبادرات في المدة الأخرى، مبادرات من مجتمع في وسط المجتمع نتاعنا، من المجتمع يعني المدني اكزاكتومون، حتى خاصة وحتى عامة. والناس جاونا ناس معناتها برشا يقول لك انا يا خويا نسخر روحي توا والكفاءة نتاعي الكلها باش نخدم توا في هالأزمة هذه، ما دام الناس كل متعاونين في الأزمة هذه. دونك الهدف هذا هو الهدف المبادرة، تجميع الجهد التضامني هذايا والمد التضامني اللي موجود في تونس الكل على قطاع الصحة، والهدف منها هو توفير وسائل الوقاية للقطاع الصحي، معناتها البيرسونيل سوانيون كان ميديكال ولا باغا ميديكال، إطارات طبية وشبه طبية. بوجودك خلينا نقيموا هالتبرعات هذه، تشوف فما برشا مبادرات اليوم في المجتمع التونسي، هل أنه التبرعات الموجودة يعني بالحق غطات كثير من الاحتياجات، أو أن مازلنا محتاجين لأكثر مبادرات وتبرعات؟ احنا بحكم وجودنا توا سوغ تيغان، وبحكم أن المبادرة مربوطة بالعمل الميداني، معناتها احنا شبكة متاع أطباء شبان اللي موجودين في السبيطارات الكل، واللي يكونستيتو معناتها يمثلوا الأغلبية متاع البروميير ليني، الخط الأول هذا في مجابهة الفيروس. أيوة. دونك حاولنا قاعدين ناخذوا في شنو الاحتياجات وشنو الموجود، شنو ليتا دي ليو معناتها اللي موجود عندنا توا في هالمستشفيات هذوما. حسب اللي موجود توا اللي عندنا في المستشفيات، فما نقص في هالمواد هذه، وسائل الوقايه اللي احنا قاعدين نخدم عليها بصفه خاصه جدا. وفما في برشا بلايص اخرين، لقينا البارح مثلا لقينا فما بلايص عندهم انكسي، معناتها عندهم بزيد هالوسائل تاع الوقايه هذه، لكن ما همش عارفين زاده مثلا كيفاش يوصلهم للسبيطار، ما همش عارفين مثلا كيفاش الا ديسباتش في سبيطارات اخرين. فما ناس تقول لك ما عنديش ثقه. هذيك علاش احنا معناتها في المبادره خذينا دو زاكس ديفيرون، حاجتين، حاجه لي دون اون ناتور، هذوما الحاجات الملموسه، الوسائل الوقايه الملموسه اللي احنا قاعدين نلموا فيهم بالتعاون مع المجلس الوطني لعماده الاطباء، اون سنتراليز كل شيء في المجلس الوطني لعماده الاطباء، ومن بعد نفرقوا كان حاجتنا مثلا باش نوصلوا للجهه معينه، عندنا المجالس الجهويه لعماده الاطباء ولا لي بارتنير لوكو نتاعنا، معناتها اللي قاعدين ننسقوا معاهم في الجهات هذو، في الجهات نعم اكزاكتومون، في شراكه معاهم في الجهات هذو. من شيره الاخرى زاده كيف وبجهه يمكن بصفه اقل، نقبلوا التبرعات اللي هي تكون فلوس على الكونت نتاع الحساب البنكي نتاع عماده الاطباء اللي مخصصته هي للازمه هذيا توا. قداش الرقم نتاعو ديما نذكروا؟ الرقم نتاعو الرقم 20 شيفر هذاك ما نحفظوش، لكن تلقاوه موجود على الباج نتاعنا نحميهم.co، وتلقاهم زاده كيف موجود على الباج نتاع باج فيسبوك نتاع عماده الاطباء اللي اسمه كونت كوفيد 19. يدخل ويشوف النيمرو دو كونت وينجم غاديك يصب الفلوس من التبرعات. اكزاكتومون، في غضون دقائق باش اون فالو بارتاجي، احنا تو باش نشاركوه على الباج نحميهم.co. نرجع لك على الانيشيتيف نحميهم، هالمبادره هذيا كما قلت لك المبادره قائمه على العمل الميداني، معناتها في حال انه يكون عندنا دي بوزوان اورجون، يكونوا موجودين طلب استعجالي مثلا في نقص نتاع وسائل وقايه. أيوة. والا حادث نتاع اكسبوزيسيون لجد عن نقص نتاع الوسائل الوقايه، نحاولوا ننسقوا معناتها في الجمهوريه كامله، قسمنا الجمهوريه لثمانيه مناطق كبار، الثمانيه مناطق كبار هذوكم باش نجموا احنا اونجير لو فلو اللي جاي نتاع المعلومات ونتاع النداءات هذوما من فما تنسيق بينكم وبين وزاره الصحه والا بصفه مباشره مع المستشفيات، كيفاش قاعدين تخدموا؟ احنا كما قلت لك قاعدين نخدموا سوغ تيغان، معناتها على العمل الميداني. التنسيق صار مع وزاره الصحه حتى قبل ما نبداو المبادره، مشينا لهم وقلنا لهم راه باش نبداو المبادره هذه، لقينا استحسان من عند وزاره الصحه، معناتها وزاره الصحه توا هي اون فاز انها معناتها تشكر كل مبادرة جديدة، وكل مبادرة باش تجي تعاون، خاصة مبادرة تجي من عند أطباء شبان. قاعدين زادة كيف ننسقوا مع المستشفيات، مع مختلف المستشفيات، قاعدين نخدموا على بلوزيوغ زاكس، معناتها أنا نحكي لك توا كان على اللاكس نتاع المبادرة هذه، أما قاعدين الأطباء الشبان راهم موجودين وقاعدين يخدموا في
في مختلف الحاجات، حتى معناتها اذا كنا نحكيوا على البلانيفيكاسيون ولا مع وزاره الصحه في مجابهه الجائحه هذه. به يا دكتور، شنو تحب تقول كدكتور؟ شنو نداء اللي توجهه للناس؟ احنا ديما راهو نستغل وجود الاطباء خاصه اللي هما الجنود، بالحق سميناكم جنود البلوزه البيضاء، معناتها اللي واقفين في الصف الاول ومعرضين رواحكم للخطر، بالحق معرضين رواحكم للخطر خاطر الناس، وفما ناس ماهيش قاعده للاسف توعى وتفهم اللي قاعدين احنا نمروا به. شنو هو رسالتك كطبيب؟ احنا ساعه مش قاعدين موجهين رواحنا للخطر على خاطر الناس، هذا واجبنا وهذا طبيعه عملنا كيفاش يكون. تبقى المفيد انه توفير وسائل الوقايه هذيا تنجم لازمها تكون موجوده في السبيطارات باش نضمنوا انه الحاجه اللي نتوقعوا منها هي انه الصف الاول هذاك الخط الاول في مجابهه هالفيروس هذا ما يتمسش. معناتها علاش احنا زاد الحاجه من الحاجات الاخرين اللي خلتنا نلونس المبادره هذيه اللي هي انه لو يتمس الخط الاول، لو الخط الاول هذيا كونتاميني وكيما رينا في برشا بلدان اللي فيهم المشاكل هذيا، هما في عزل صحي زاده اكزاكتومون، سواء باش يصبحوا في عزل صحي ولا باش تم اصابتهم. ورينا برشا طب وبرشا طاقم شبه طبي للاسف وصلنا لحاجات معناتها خسرناهم في جره هذه الجائحه هذيا، ولو نخسروا الطاقه الصف الاول هذيا راهو باش نكونوا خسرنا معركتنا مع الفيروس هذيا. دونك نوجه نداء للناس الكل باش تقف مع الطواقم الطبيه وشبه الطبيه اللي موجوده في المستشفيات، باش وقت اللي تمشي للسبيطارات تسمع النداءات وتسمع شنو اللي يقولوا لها، تسمع 190 وزاره الصحه شنو هي قاعده تقول كيف في التلفز، وخاصه تلتزم بالحجر الصحي، على خاطر قاعدين نشوفوا في برشا كيما كنت تحكيوا من بكري في برشا بلايص يقول لك قضاء وقدر وهذاك هو اللي كتب لي ربي سبحانه وتعالى، قال ولا توقوا بانفسكم الى التهلكه في برشا حاجات. معناتها تقالت الكلام هذا والسياق هذا، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى به نوصي العباد زاد كيف باش تلتزم، وخاصه تلتزم بالحجر الصحي، ونشوف زاد على المبادرات، نوصي المبادرات الاخرين اللي موجوده في المجتمع المدني وفي المجتمع. ما احنا نتعاونوا مع المبادرات الكل وقاعدين نتعاملوا مع المبادرات الكل موجوده في المجتمع المدني. نشكر لهنا الجمعيات اللي جاتنا الكل والنوزا كونتاكتي الكلهم، ونشكر الطواقم الطبيه زاد والشبه الطبيه اللي موجودين في المستشفيات، ونوجه تحيه للطاقم الطبي وشبه الطبي زاد بالمستشفى اللي نخدم فيه هنا، مستشفى الطاهر المعموري بنابل، وكل المستشفيات اللي في الجمهوريه التونسيه اللي موجوده الكل. وهذا هو معناتها، اذا كان تحبوا تتصلوا بينا تبعثونا على نحميهم، الباج فيسبوك نحميهم، تلقاو غاديك لي كونتاكت نتاعنا، الفيسبوك نتاعنا، ولا ارقام الهاتف ولا الايميل اللي تبعثونا عليه. احنا اذا كان لي نداءات يعني ربما للاعانه من طرفكم والا للتبرعات، يعني هذايا للزوز بالضبط اللي عنده هذوما. بالضبط اللي عنده تبرعات ولا اللي عنده حتى وسائل الوقايه هذوما، ولا حتى اذا كان هو فورنيسور نتاع وسائل الوقايه، ولا اللي يحب يعاون باي شكل من الاشكال يبعث لنا سوليداريتي او تضامن على الباج فيسبوك نحميهم.com نحميهم.com هو لو سيت اللي باش يكون اون مارش الايام القادمه، وسينو يبعث لنا على نحميهم الباج فيسبوك اللي هي تو نوتر انترفاس دوكومنتيشن. سهله برشا الاكسي باش تقعد معايا دكتور، انا باش نستقبل تويكا مكالمه هاتفيه يظهر لي في الاطار هذايا من طرف زاد اشخاص قاعدين يقوموا بمجهود كبير انهم قاعدين يصنعوا ايضا في واقي للوجه ماسك هذيا باش ينجموا يعاونوا بها ربما الطواقم الصحيه نتاعنا والا الناس العاديين تو نشوفوا الاستنفاع من الماسك هذيا. نستقبلوا مع بعضنا مكالمه من طرف سي محمد الخرات رئيس مجمع تكنولوجيا الصحه بصفاقس. صباح الخير سي محمد. صباح الخير، شكرا على الاستضافه. تحيه لك سي محمد، وقاعدين نسمعوا فيك. احنا اليوم كما كنا نحكيوا انتم يظهر قاعدين تصنعوا في واقي للوجه هكا ولا؟ نعم، هو في الحقيقة واقي يعني يخلي يعني الأشخاص أنها تقدر تتواصل مع الناس وتكون محمية، يعني هو واقي الوجه فيه يعني نوع من الترانسبارون اللي يحمي الشخص وقت يتكلم. أيوة. أنه ما نعم يحمي الشخص أنه ما يصابش من الفيروس.
دونك هو واقي التصنيع نتاعو الان وصلنا تصنيع 20,000 واقي اللي هو بدعم من شركات خاصه في جهه الساقس. الهدف نتاعنا في الحقيقه هو انه نكثف المجهود هذا نصنع اكثر عدد ممكن بطريقه انه يوصل مش فقط للقطاع الصحي لكن حتى للاشخاص اللي يشتغلوا اليوم في مجالات اخرى مثل جهاز الامن واللي يشتغلوا يعني في النظافه في البلديات. نعم وفي البلديات. نعم. شنو اللي يخليكم تتوصلوا انكم تصنعوا كميات اكثر؟ يعني تويك انتم قداش وصلتوا تصنعوا في النهار تقريبا؟ احنا وصلنا نصنعوا 5,000 في اليوم ونخدموا بطريقه يعني بالديكوب لازير اللي هي سريعه جدا لكن الماتيريو فراجيل شويه. تو قاعدين نخدموا بطريقه جديده هي تسمى الانجكسيون بلاستيك. قاعدين نعملوا قالب بالحديد اللي هو يجم يخرج لنا فوليوم كبير نجم نوصلوا حتى كل ما نصل كل قالب يجم يخرج لنا تقريبا 2000 قطعه في اليوم. في اليوم الواحد 2000 قطعه. القالب هو القالب تقريبا تكلفته 6,000 دينار. ايوه القالب هذا بالحديد بيخول لنا انه نجم نخرجوا تقريبا من 2000 ل 5,000 قطعه في اليوم. والقالب يعني هذا موجود عندكم حاليا والا فما نداء انه شكون يجيب لكم القالب هذا باش نجموا تخدموا به؟ احنا الحمد لله بفضل الله في تونس عندنا الكفاءات اللي تخول لنا نصنع القوالب هذوما. ايوه وعندنا زاد الكفاءات الشركات اللي قالت احنا مستعدين نصنع القوالب هذوما بسعر التكلفه. لكن فقط احنا لازمنا نصنع اكثر عدد ممكن من القوالب. توا الان ثم زوز مصنعين تعهدوا انهم يصنعوا لنا كل واحد يصنع لنا قالب. لكن هذا ما يكفيش خاطر بزوز القوالب هذوما نجموا نصنعوا ماكسيموم معناتها 10,000 قالب 10,000 قطعة في اليوم. لكن احنا الهدف انه نوصلوا عدد اكبر لعدد على الاقل نوصلوا 100,000 قطعة في اليوم. هذا مش نوصلوا هذوما التجهيزات هذه في اسرع وقت ممكن. فهذا نداء يعني انكم تعاونونا كمجمع تكنولوجيا الصحة في الساقس انه نجمع اكبر قدر ممكن من المال لتصنيع هذوما هذه التجهيزات. يعني اليوم انا الهاتف نتاعي تقريبا ما سكتش يكلموا فيها من برشا مناطق يستحقوا التجهيزات هذه. ايوه وان شاء الله يكون النداء هذا يوصل للاشخاص اللي تقدر تساعدنا. طريقه التوزيع واحنا بحذنا الدكتور وكنا نحكيه معناتها على انه فما اطار شبابي طبي قاعد عامل مبادره انهم يلموا هالتبرعات هذه يكونوا هما سنتر معناتها تلم في جميع التبرعات من نوع هذه ربما لتوزيعها بطريقه عادله على ال 24 نعم. ولايه حسب الاحتياجات. طريقتكم في التوزيع خلينا نشوفوا يعني الطريقه افيكاس ولا والا علاش ليه يعني تتواصلوا مع بعضكم وتنجم تكون التوصيل يعني بطريقه تكون مستحقه اكثر؟ بالنسبة للمبادرة الأولى يعني اللي نشتغلوا مع شركة خاصة اللي وفرت لنا ثمن يعني الصناعة اللي هي مصنوعة من الخشب بالشراكة مع وزارة الصناعة والفارماسي سنترال. الفارماسي سنترال هي اللي تجي تاخذ من عندنا وتقوم بالتوزيع. أخذت من عندنا فوق ال 12,000 يعني قطعة. أيوة وهما يعني قالوا مش تكفلوا بتوزيعها بصفة عادلة وبطريقة مجانية يعني قاعدين يوزعوا فيها وإلا فما يعني ثمن؟ لا لا بالنسبة للمبادرة الأولى هي مجانية يعني الشركة الخاصة نشكرها من عاش نجم نذكر اسمها ولا إذا كان شركة خاصة مثالش مبادرة احنا نستسمحوا حتى الإدارة متاعنا أن نذكروها على شلية شركات اللي قاعدة تعمل في مجهود. نشكر شركة MPBS بالحق يعني وقفوا معنا شكرا لها فوق اللي هما كفلوا بصناعة حاليا فوق 30,000 يعني تسمى فيسيا الماسك. والان تو الان قاعدين ننطلقوا في مبادره جديده اللي هي بلانجكسيون بلاستيك. يعني قاعدين كما قلت لك نصنعوا في قالب اليوم ان شاء الله يحظى. ايوه وهذا يخلينا نجموا نصنعوا دي برودوي اللي هما بلو ديو يعني يكونوا ديورابل اكثر وفي نفس الوقت دونك بكونتيتي اكبر برشا. باقي ما جاوبنيش على سؤالي. نعم. انا سالت قلت لك هل انك تمشي للفارماسي سنترال يتم توزيعها بطريقه مجانيه او انها تكون بثمن بالنسبه للمستشفيات ولا الكل محتاج مثل هالمواد هذه؟ احنا شوف بالنسبه للمبادره الاولى نعود وناكد هي بصفه مجانيه الشركه تكفلت بالتكاليف الكل. ايوه وهي مبادره راهي ما فيهاش كان شركه هذه فيها برشا يعني جهات كيما جاكورا فابلاب اورانج اللي دعمتها وبرشا شركات وقطاع مدني وجامعه الساقس وتكنوبول وغيره وغيره. واضح ليست طويله. كما قلنا هذه مبادره. الان قاعدين في مبادره نخدموا في مبادره اكبر اللي الهدف نتاعها نجموا نصنعوا عشرات الالاف في اليوم.
لكن هوني اليوم نفس المشكل التكلفه، يعني شكون باش يتكفل بصناعه القوالب هذه، وشكون باش يكفل خاطر احنا القالب بعد ما نصنعوه باش يتعدى على شركه ثانيه هي تسمى تعمل انجكسيون بلاستيك اللي ضخ البلاستيك بصوره سائله اللي هو يتسلق في وسط القالب ويخرج لنا القناع هذا. واضح. دونك نستحق بالحق دعم كبير. احنا انا نشكر بالحق ثم زوز شركات توا حاليا واقفين معنا، ثم سي محمد بن حميده اللي شركه سياس اللي هو انطلق صناعه القالب يعني من غير ما يخمم قاعد يصنع فيه، وعندنا شركه او بي اي زاده كيف، وعندنا سي سقع زاده سي سمير سقع زاده حتى هو قاعد باش يشتغل على قالب. هذوما الكل يعني مبادرات خاصه اللي هما صراحه يعني دعم ما وصلناش احنا دعم يعني ممكن من بعض الاشخاص اللي نعرفهم اتصلوا بيا بالهاتف واحد مليون واحد مليون مليون ونص ولا حاجه. دونك ما فماش دعم كبير ومبالغ كبيره باش نعاونكم بالحق صراحه. واضح. ثم اللي يتصلوا بينا يحبوا واحنا مستعدين يعني نوفروا لهم قدر المستطاع، لكن نستحقوا دعم لانه اليوم هذو المصنعين اللي صنعوا القوالب هذوما قالوا احنا مستعدين نصنعوا نبيعوا بسعر التكلفه، يعني سعر التكلفه نبيعوا به. نعم فقط يرجعوا الخسائر نتاعهم دون ارباح. بدون ارباح، لكن اليوم صراحه ساعات من القطاع العام يتصلوا بنا يحبوا بصفه مجانيه، انا نقول لهم احنا ماذا بينا بصفه مجانيه، لكن الاندستريال يعني ما يجمش هو تعرف البلاد اليوم الاقتصاد نتاعها واقف، يعني ما نجموش نطلبوا منه اكثر من هذا. صحيح. هو لو فات انه يصنع لنا براس ماله، ديجا بارك الله فيه. نعم، معناتها الناس ماهيش تسعى انها تحقق الربح. سي نعم. محمد الخرات رئيس مجمع تكنولوجيا الصحه بصفاق شكرا ليك، شكرا ليكم على المبادره هذه. ان شاء الله تلقاو الدعم اللازم، الدعم اللي هو في صالح معناتها الانسان والانسانيه جمعاء وفي صالح بلادنا، ان اليوم نكونوا مصنعين في بلادنا ومعناتها ونذكروا الكلام هذا مع بعضنا، راهو فما مستقبل باهي لبلادنا في التصنيع اذا كان هكا ولا دكتور. اليوم وصلنا نصنعوا وحدنا، ما عادش احنا نستوردوا، يعني الكفاءات نتاعنا تحركت وخرجتك المخزون الطيب اللي عندها من الكفاءة أو من العلم. بالضبط، برشا مفاجآت ريناهم في المجتمع، كيفاش لي جون انجينيور زاد كيف خرجوا بلي زينيشاتيف نتاع لي فيزيير هذوكم بلي زامبريمون 3 دي، جهاز التنفس ايضا. اكزاكتومون جهاز التنفس، معناتها في وقت محنه كي من هكايا لقينا الكفاءات نتاعنا اللي هي دارت معناتها دارت باش تعاون بلادها، وحتى احنا اذا كان نحكيو على قطاع طبي وشبه طبي معناتها حتى في المبادرات اللي قاعده تخرج ما عادش نفرقوا بين قطاع خاص قطاع عام، ما عادش نفرقوا بين كفاءه موجوده في تونس ولا كفاءه موجوده لبرا. برشا اطباء في القطاع الخاص كيف جاوا باش يعاونوا القطاع العام، برشا اطباء لبرا وحتى اطباء شبان قاعدين يعاونوا فينا بمختلف وسائل الاعانه، كان هم اعانات ماديه، كان اعانات حتى بالخبرات. احنا كاطباء شبان خذينا برشا خبرات نتاع اطباء شبان اللي عندنا موجودين في بلدان نجحوا في هالجائحه هذه، وبلدان زاد كيف ماهيش قاعده ناجحه برشا في مكافحه هالجائحه هذه. دونك هذه حاجه ما نجمو كان نشكروها ونشجعوها بالتبرعات وايضا بالاعانه، خاطر الانيشيتيف وحدها ما تكفيش، يلزم نلقاو تبرعات، هذه فلوس معناتها فما ناس عندها وناس ما عندهاش، واللي عنده مثال باش يعاون تونس اليوم تعطيه تونس غدوه. بالضبط. البلاد قاعده تنى وباقيه ان شاء الله هكا ولا دكتور؟ ان شاء الله، ومازال الخير في بلادنا، وان شاء الله الكلنا مع بعضنا لو تتكاتف جهودنا مع الجهود الخطوط الاولى اللي موجوده، وخاصه سلطه القرار اللي هي لازمها تكون صاحبه قرار لهنا. سيدي لازمنا برشا خطط في الحاجه هذه، يمكن حاجه ما زالت ناقصتنا شويه هذيا، بدينا بالكدا مع هالجائحه هذه، وهنا ندعو سلطه القرار ووزاره الصحه انها تاخذ القرار في الحالات هذه، تاخذ القرار في حتى هاللي بلان نتاع مكافحه الفيروس هذه، باش نكونوا الكلنا والبلدان الكلنا يد واحده. اكزاكتومون يد واحده، وزاده كيف ماشيين على فرد نسق، ما نحبوش نشوفوا كل سبيطار يضرب على ضربوه ولا أي. كل جهه تضرب على ضربوها، نحبوا نشوفوا بلاد كامله ماشيه في تناغم، على خاطر كما يقول المثل لونيون في لا فورس، في الاتحاد قوه. في الاتحاد قوه، صحيح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه على الحضور معنا، تحيه لهذه المبادره، تحيه لكل الطاقم الطبي اللي قاعد يخدم معاك، واحنا نشدوا على اياديكم.
عايش. لو تسمح كلمة أخيرة بسرعة. كلمة أخيرة للاتصال بينا، الاتصال على صفحة الفيسبوك نحميهم، ونعطيه أبعثوا لنا مساج سوليداريتي أو تضامن على الباج نحميهم. نحميهم يتوا بالعربي ولا بالحروف اللاتينية؟ اللاتينية. نحميهم باش يحميونا إن شاء الله. شكرا ليك، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، إن شاء الله الكل نكونوا قد المسؤولية متاعنا، عنا صغيراتنا، عنا أبائنا، عنا مستقبلنا اللي نخافوا عليه. نحبكم الكل تكونوا في المستوى محلكم التوانسرة، وإحنا ديما عطينا مثال للدول الأخرى في الثورة وفي غيرها، ديما التونسي مثال، خلينا مثال أيضا في هذه. مازلنا ما بلغناش عدد الآلاف كيما دول أخرى، وهذا نحمد عليه ربي اليوم. خليكم بتخبين، خليكم فكلمة العائلية في الدار، خليكم طيبوا ونعملوا برشا حاجات محلية ما كناش نعملوا فيها قبل، وإن شاء الله يا ربي نتجاوزوا هذا الكل. إذا نمشيوا السبوت فيروس كورونا، وبعد نرجعوا لمواصلة المواضيع بتاعنا. يعد فيروس كورونا الجديد أو ما يعرف بالفيروس التاجي سلالة جديدة من فيروس كورونا، تم التعرف عليه لأول مرة في مجموعة من حالات الالتهاب الرئوي، ولم يكن هنالك سوى نوعين من الفيروسات التاجية الأخرى التي كانت معروفة بأنها قاتلة، وهي فيروس كورونا الشرق الأوسط أو ما يعرف بفيروس ميرس، والفيروس الآخر هو فيروس السارس. فيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات الشائعة بين الحيوانات من ثدييات أو طيور، كما أن هنالك حالات نادرة تنتشر بين الأشخاص أيضا فيما يعرف بمرض حيواني المنشأ. أعراض الإصابة بهذا الفيروس تشمل الأعراض التنفسية وارتفاعا في درجة الحرارة وضيقا في التنفس وألما في الحلق والصداع والسعال. وبالنسبة للذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، هناك احتمال أن يسبب الفيروس مرضا شديدا في الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية. وينتشر فيروس كورونا بين الحيوانات فيما بينها من خلال الاتصال بين البشر والحيوانات، كما أنه يمكن أن ينتقل من إنسان إلى آخر، ويستغرق ظهور الأعراض ما بين يومين وأربعة عشر يوماً. ورغم عدم اكتشاف طريقة العدوى الحقيقية، ينصح بتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال والعطس، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب الاقتراب أو لمس الحيوانات حية أو ميتة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون إلى جانب استخدام مطهر لليدين من حين لآخر. نواصلوا في صباحكم التونسي، وانطلقنا من الجمعة اللي فاتت إن نحكيه ديما على الوقاية والحماية والملابس وشنو النجم نستعينه به باش يحمينا من الجائحة هذه، إذا كان كنا كمواطنين ولا إطار صحي وإلا بلديات، معناتها نحييهم الكل، نحيي الإطار الصحي، نحيي عمال البلدية اللي هما بالحق جنود أيضا من جنود تونس، اللي أنت تلوح له البافيت في القاعة وتلوح له طرف القطل اللي أنت تعقم بها في القاعة وتلوح له لنجات في القاعة، هو يجي يلتقطها وما يخافش على روحه ويخاف عليك أنت، يهز معناتها ينحيها من قدام غيرك اللي نجم يتعدى، ماذا بينا نتخلاو على السلوك هذية. اليوم باش نحكيو مع سي حسين البكوش، مهندس خبير عن عمادة المهندسين. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي حسين. صباح النور نداء، صباح النور جميع المشاهدين والمشاهدات. كان شفت أخ نداء اليوم أنا اي احنا هذي ما عادش نستغربوا فيه، لكن الخصوصيه فما خصوصيه خاصه في هالبافيت اللي حاطها انت اليوم. بالضبط انا اليوم جيتكم لابس حاجه جديده اللي هي الوكاله التونسيه للتقييس بفرنسا، لاجونس فرونسيز دو نورماليزاسيون. نهار الجمعه كان يوم فارق بالنسبه للوقايه من فيروس كورونا. ايوه، علاش يوم فارق؟ شنو المستجد؟ المستجد لانه فما نقص كبير في وسائل الحمايه الفرديه على المستوى العالمي، وفما عباد اخت نداء برشا عباد ما همش فاهمين اللي الفرق ما بين بافيت ماسك وغيره. هذا هو بالضبط. جات ريكومونداسيون من لافنور، حبت توري المجتمع المدني وحبت توري المؤسسات اللي تحب تتطوع للدوله اللي نجموا نصنعوا حاجة وحدنا، واعتدت الطرق الصنع السهلة لناهم كالعادة طريقة الصنع. نعم. وانا نحب نقول حاجة وقت نداء، انا قبل ما نجي هوني من البارحة انا جاي انونسيني باش نكون معاكم اخوة متزاير من فلسطين من مصر، يا سي حسين
فسر لنا بطريقه سلسه كيفاش نجموا نصنعوا هاللي ماسك بارير الاسم نتاعهم هما الكمامه الحاجزه. الحاجزه نعم. انا كالعاده انا نحب قبل ما نبدا اخت نداء نحب نحييك انت ونحيي التلفزه الوطنيه الله يخليك ونحيي عماد المهندسين اللي اليوم كان اعطوني شرف تمثيلهم. وكان شفت حتى سي محمد اللي اتصلت به توا المهندسين في تونس قاعدين في الصف الثاني قاعدين نعم يصلحوا في الماكينات نتاع السبيطارات قاعدين يصنعوا يعاونوا في المجتمع المدني. انا نحب نقدم لهم تحيه هندسيه مهما كانوا وين في ستيك في سونات في لوناس في جميع الهياكل. سيح هذوكم جنود تونس ايضا بالضبط. نعم بالعلم نتاعهم. انا نحب حضرنا طريقه بيداغوجيه أيوة. وانا نحب نتوجه للساده المشاهدين فنيين مهندسين اطباء حتى كان شفت اخت نداء في مجلس النواب الساده النواب شكون يلبس ماسك شكون يلبس بافيت. انا قررنا اليوم كعماده كمهندسين باش نكون ترونشون ونفسروا بطريقه علميه شنو هو الفرق ما بين هذوما الكل وكيفاش نجموا نصنعوا وحدنا في الدار ماسك بارير يلبسها الانسان المش مريض كما ينجم يلبسها الانسان المريض وهي تعاون باش نحترموا المسافه الاجتماعيه. نعم باش نبداو بالصوره الاولى. الصوره الاولى الدوكيمون هذايا موجود على الانترنت غراتويتمون. تصور اخت نداء في 48 ساعه صار فيه 48000 تيلي شارجمون معناها جميع المجتمع المدني العالمي كبير. قاعدين يتيليشارجوا فيه وقاعدين يصنعوا. والدليل اخت نداء انا قبل ما نجي في 48 ساعه تصنعوا 40000 ماسك في تونس بارير ويطبقوا في الدوكيمون هذا اللي ماسك هذوما باش تفرقوا على السبيطارات وعلى البقايع اللي يستحقوها. وتو نشوفوا حسب الريكومونداسيون افنور شكون يستحق الماسك هذا. الماسك هذا الصوره المواليه. أنا نحب نحي لبس كبير قاعد موجود من جميع الاختصاصات. ينجم نشوف مهندسين يحكيوا غلط حتى في القطاع الصحي فما شكون شفت يحكي غلط. شنو مالي ماسك اللي موجودين وقتاش نستعملوهم أخت نداء؟ أيواش الاف اف 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 بي اللي هما الفلتراسيون فاسيال دي بارتيكول فيهم نورم اللي هي ال ان اف او ان 149 شكون يستعملها ضد كورونا؟ يستعملوها الناس اللي في الصف الأول. إيش معناها في الصف الأول؟ هو اللي باش يعمل بريليفمون هو اللي باش يداوي المريض بكورونا في قطاع الصحه يعني في قطاع الصحه وهي الريكومونداسيون حتى نعم. في غير القطاع الصحي اذا كان معرض برشا مثلا في الامبيلونس حمايه مدنيه ينجم يكون ولا في الداخليه ينجم يكون هو معرض وقتها نعطيوه الاف اف بي. انا نحب نتوجه هوني ميساج للمواطن اخت نداء وراو احنا ما نرقدوش الليل باش نجمنا خدمنا الخدمه هذه. ونتوجه بالشكر للسي قيس الماجري اللي هو في ديريكسيون دي لينوفاسيون وزاره الصناعه وسي سليم الجاموسي اللي هو ديريكتور جينيرال سنتر تكستيل وسي انس انوفاسيون سيتي. خدمنا خدمه باش نوضحوا للساده المشاهدين في العالم العربي الكل شنو هو الفرق هذايا. نعم البافيتا والزرقاء اللي نشوف فيها حتى في الشوارع وفي اماكن الزرقاء يلبسها المريض اللي هي الثانيه على اليسار كان تشوفوا أيوة. المواصفه نتاعها 14683 يلبسها الشيروجيان باش بون با كونتاميني لو باسيون ويلبسها المريض باش ما يعديش غيره. فيها ثلاث انواع التيب 1 و 2 يلبسها المريض والا الشيروجيان والتيب 3 ينجم يلبسها اللي مش في الصف الاول مثلا أيوة. مانتونسيي في سبيتار كاسيير اللي هي ماهيش في اقل تعرض للعدوى اقل تعرض واضح. الصنف الجديد اللي انا عامله اون سيركلي بالاحمر اللي هو جديد اللي نسموهم الكمامات الحاجزه شكون يلبسهم حسب الريكومونداسيون افنور الجديده يلبسهم غير المريض مثلا انا نقضي وتو شفت حتى طريقه الصنع اخت نداء طريقه سهله برشا ويعطيهم الصحه خدموا عليها 150 خبير في العالم ايوه وخرجوا حاجه بسيطه وتو نفسرها بطريقه علميه يلبسها الانسان العادي اللي مش مريض كيما ينجم يلبسها المريض في كانوا في حجر صحي باش ينجم يحمي عائلته مع المحافظه بيان سور كيما قالت الريكومونداسيون على المسافه الاجتماعيه. ديما هذيك موجوده حتى ولو انا لابس البافيت. بالضبط. الصوره من لوتا كان تشوف اخت نداء اللي لابس كرون فاسيال اللي كان يحكي عليهم سي محمد اللي احنا نعاونوا فيه بالينورم. ايوه. وقتاش البافيت ينجم يلبسها من الصف الاول كي يلبس فوق منها ايكرون كان تشوف على اليسار من اللوتا كي يلبس ايكرون فاسيال دوبل معناتها تولي الحمايه تقرب للاف بي
معناها كأنه لابس اف اف بي. وهوني انا نحبذها. علاش نحبذها كاكسبير في كخبير في المجال؟ لانه باش يحمي وجهه الكل باش ما يمسش لا خده لا عينيه ولا فمه. واضح ما تتقلوش العدوى. بالضبط. أيوة. الصوره المواليه كان لو تسمحوا لو خيال. الصوره المواليه هوني المواصفه تمامه منقار البطة. هو انا باش نفسرها جبتها معايا. ايوه ريت هوني قاعدين تصنعوا الويكاند الكمامات هذوما كما قلت لكم في المجتمع المدني طبقوا بطريقه بسيطه اللي باش نقولوا توا. الريكومونداسيون افنور حكت على زوز انواع نتاع ماسك، ان في البطه سامحوني فم البطه اللي هو الباك دو كانار، والابلي اللي هي تشبه شويه للبافيت في الصنع نتاعها. ايوه منقار البطه علاش هي المحدده اكثر؟ كان تشوف الفورم نتاعها اخت نداء بعيده شويه على الفم وعلى الخشم، ما تخليش فما كونتاكت ما بين التيسي حتى لا قدر الله صارت بينيتراسيون فما هاك ليسباس هذاك الفوليوم يبعد الفيروس على على الفم وعلى الخشم وتعمل ايتونشيتي كبيره على الاذن وعلى الفيزاج. واضح داكور. واضح التصويره اللي بعد اللي هي انا نشوفها مهمه برشا، وانا توا نتوجه للاندستريال وحتى الخياطات في الدار. النورم حبت تزرب وعطتها جراتويتمون، اعطتهم الباترون. اش معناها الباترون اخت نداء؟ أيوة. انت كي تمشي تفصل الروبه ولا كوستيم هو يعمل باترون لي ديمونسيون لي ديمونسيون و... وعطت البوسيبيليتي انك تيلي شارجيها من الانترنت وتعمل امبريسيون ديريكت قص هي البرش. هذه تعاون خاطر فما برشا نداءات حتى من خياطات في المنزل يحبوا يخيطوا بطريقه مجانيه. كنشوف الباترون نتاع منقار البطه كيما نقولوا عند 20 سنتيمتر على 10 سنتيمتر ويعطيك العمق قداش. معناها السوفي تعمل تيلي شارجمون تاعك تقصها تخلط اللي انت حاجتك به. واضح. الصوره المواليه باهي كي نشوفوا هوني نداء كان يركزوا معايا شويه لو خيان خويا برهان الانف البته من هوني عندي لي البارتي الاستيك اللي هو الاستيك نتاعها اللي باش تشد بها مش اي استيك نركبوها على ماسك في ديمونسيون. كان باش نحكي انف بطه يلزم الديمونسيون نتاعو يكون 80 سنتي. ايوه علاش اخت نداء؟ لو كان تعملوا اقل يكبس برشا على الوجه، لو كان تعملوا اقل اكثر يكون مرخوف يكون مرخوف وما يأديش الوظيفه نتاعو وما يعطيش الحمايه نتاعو. واضح. فما نوع ثاني نتاع الاستيك اللي هو كيما اللي كنت لابسها انا، يقول لك الديستانس نتاعو يلزم يكون 35 سنتيمتر معناها اللونغور نتاعو. هوني هما طرق علميه، انا نتوجه للخيان راهو في الوقايه الفرديه ما فماش قال فلان وشفتها في سيت ولا شفتها في فيديو. اي فما مواصفات عالميه يلزمنا نتبعوهم، واللي عمل لونغاجمون في المجتمع المدني باش يعاون يلزمو يتبع لي نورم. واضح. الصوره المواليه باش تكون المبادره نتاعو هادفه. اي في النورم باش نلقاو في الريكومونداسيون طريقه اللبسان الماسك. ايواش كان تشوف هوني الماسك فما برشا، واحنا انا نحب نحيي معهد الصحه والسلامه المهنيه اللي انا اليوم ممثل على العماده كمجتمع مدني، لكن انا تابع معهد الصحه. انتمائك الاول؟ الانتماء الاول. عملنا سبوت وانا نحييهم، والعلم انصف السبوت هذا اللي تقال في السبوت موجود توا في الريكومونداسيون. كان تشوف كيفاش نلبسوا الماسك بارتي ورا الاذن وبارتي فوق الشعر. علاش اخت نداء؟ باش ما نخليش مجال باش يدخل حتى كونتيمينياسيون، حتى بقعة تكون مكبوسه محزوقه بطريقه ممتازه. الصوره المواليه اللي هي النوع الثاني، وكان تشوف هوني اخت نداء خويا برهان التصنع في 48 ساعة. ونحب نحيي مهندسي شركة الكهرباء والغاز اللي خدموها في المجتمع المدني، تحية لهم، وعملوها بطريقة علمية في اللومبالاج ديزانفكتي اللي هو النوع هذايا تتسمى ما تسماش بافيت، تتسمى كمامة حاجز كما قلنا قبيلة. الريكومونداسيون شنو عطاتنا في الصورة الموالية لو تسمحوا؟ عطاتنا كيف كيف الباترون شنو ما لي ديمونسيون اللي نعملهم 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر، ولي بلي كيفاش يتعملوا. معناها السوفي تعمل دي شارج تيلي شارجمون تقصها. ونقولها انا كخبير في المجتمع المدني، اي خياط اي مؤسسه وانا نحييهم وتليفوني ديما محلول، اللي يحب نبعث له لي دوني ونبعث له دي موديل، احنا كنا في خدمه تونس كمهندسين كعماده وكمجتمع مدني. الصوره المواليه لو تسمحوا.
شنو هو نوع القماش؟ سؤال يطرح أخت نداء. نوع القماش صحيح؟ بالضبط. مش أي قماش نجمو يدري نعملو به العزل هذايا. الريكومونداسيون اش قالت؟ تنجم تستعمل بولي بروبيلين، تنجم تستعمل البوليستير، وتنجم تستعمل الكوتون. أخت نداء كانت تشوف اللي في يدي توا، أنا تعديت للخدمة الصباح، جاتني فابريكونت، شفت الريكومونداسيون بارتاجي، صنعتها نهار الأحد، وصنعتها من الكوتون حسب المواصفات العالمية. هذيك تصلح تويكا أنه الإنسان يعمل بها وقاية. يعمل بها وقاية ماسك بارير كما قلنا، شكون يلبسها؟ يلبسها الإنسان في داره ويحب يقضي مع المحافظة على الديستانس اللي هي الحماية الاجتماعية، وينجموا يلبسوها الأخيان اللي هما في الصف الثاني في السبيطارات وغيرهم، اللي هما ما عندهمش كونتاكت ديريكت مع المريض. واضح. أنا نحب نعدي تابلو وأنا نقول للسادة المشاهدين ينتبهوا معايا شوية، سيرتو الخياطات والاندستريال. الصورة الثانية الموالية لو تسمحوا. المواصفة شعطاتنا قداش، شنو القماش اللي تستعمله، وقداش تعمل من بلي حسب القماش. كان تشوف التابلو الأولاني، نستعمل زوز طبقات. شو نحط فيها؟ نحط فيها البروبيلين 120 فيل، يعرفوها الخياطات والاندستريال تكستيل، والكومبوزيشن تكون كوتون اللي هي هذه اللي هي تصنعت ديجا. أيوة. يعملوا منها دو كوش، وكان تشوف حتى لي تيست معمولين، يقول لك على البريسيون وعلى البرمياسيون، كي نقولوا برمياسيون هي البرميابيليتي على شيل ميكروسكوبيك، لي تيست اوكي، معناها تنجم من غدوه تبدا تصنع على روحك كي تستعمل الماتريو هذوما. وهوني انا نحب الحق نحيي سي سليم الجاموسي، لان خدمنا خدمه ريزومي اللي هو مدير عام سنتر تكستيل باش حاولنا نبسطوا المعلومه. التابلو الثاني رقم 8 تنجم تصنعها من تريكو ريكتيليني انسيرسيون ترام 100% بوليميد. ايواش معناها تحط دو كوش بار لياج، معناها كيما اللي موجوده هوني. أي. تخيطهم فوق بعضهم. فوق بعضهم داكور. اللي تعطي اكثر حمايه اللي هي الثالثة، اللي فيها ثلاثة طبقات مصنوعة من التيسي توال نورماليزي والتيسي توال، تحط كوش كوتون وما بيناتهم كوش فيسكوز، وبعد نحطوا كوش كوتون 150 غرام بار متر كاري 130-150. معناها هوني أنا متأكد الخياطات قاعدين يفهموا فيها لأنهم يعرفوا نوع القماش. الصورة الموالية أختنا دا، أنا نعتذر باش ناخذ شوية وقت لانه راه معلومات ما نعرفش قداش عنا وقت، يقولوا لي ما عادش عنا برشا وقت. نحاولوا هوني مهمين للساده المستعملين، يلزمني نغسل يدي قبل ما نلمسها. ما نمسش الباطن نتاع الكمامه الانتيريور. أيوة. نشدها من الخيط المطاطي، نستعمل لماع كيما هذايا وقت لبستها وتحولت من بقعتها، ما نحطش يدي ديريكتومون، نحط اللماع ونبدا نركحها معناتها على وجهي. غسل اليد قبل النزع، ونستعملها جرون ماكس 4 سوايع. كي نستعملها جرون ماكس 4 سوايع شنو نعمل؟ الصورة الموالية سامحوني، هوني سبوت اللي عملوا معهد الصحة والسلامة المهنية يعطيك ليزيتاب كيفاش تلبسها. تحط الكمامة يديك نظيفة، تجبد الإلاستيك. أيواش هذوما ليزيتاب الموجودين في الريكومونداسيون. أيوا بعد تحط واحدة تحت الأذن وواحدة فوق الراس، وبعد تحط بيدك منطقة الخشم باش ما تصيرش انفلتراسيون. انا شفت وخيان حتى في التلفزه اختنا داف في لي ميديا الكل. أيه؟ تلقاه يعملها في رقبته، يا حطتها فوق شعره، راهي وسيله حمايه فرديه، هي دي شي دونجورو، معناها يلزمني ما نحطها كان فوق خشمي وفمي، وكون نحيها نحطها في ساك نتاع نفايات، لانك كي تروح لدارك وانت مسخت شعرك ولا رقبه سوريتك ويمسها ولدك تنجم تعمل له كونتاميناسيون. واضح وقتها ما عملنا شيء. فوالا الصوره المواليه تبلت، والا تحت في القاعه ما عادش ناخذها نلتقطها ونلبسها. باه اش نعمل لها اختنا نداء؟ الصوره اللي بعدها النورم والا الريكومونداسيون اف نور كانت عزيزه برشا بالحق، عاونت المجتمع المدني. ايوا عطاتك طريقه غسلانها، معناها مش لازم كل نهار تشد صف باش تشري ديبافيت، خليوهم يستعملوهم في قطاع الصحه. احنا كمواطنين، احنا كمجتمع مدني عندنا توا طريقه سهله، يا خياطات في دياركم يا معامل تكستيل واقفين. أيوة. نجموا نعاونوا الدوله التونسيه في الظرف الصعيب هذايا، ننظفوا الغساله شويه بالماء البارد 10 دقائق. ايوه ونحطوا 10% جافيل مع الماء،
معناها كان باش نحط إيترا 10% تاعها جافيل أيوة. ونحطها 30 دقيقة بدرجة 60 دقيقة. الأخيان ما عندهمش غسالة اللي بظروفهم صعيبة يغلي الماء شوية ماء كي يوصل يغلي الماء نحطها آخر آخر صورة سامحني آخر صورة اللي بعد هذه سامحني. سبيتار غرونوبل اللي هو مستشفى جامعي خذا المواصفة حبيت نقول راهو يلزمنا نستعملوها وخذا خياطات وحطهم وبدا يصنع وعمل البروسيدير. رانا احنا مانيش خير منهم، احنا توا في وقت حرب يلزمنا نعاونوا الامن نتاعنا الجيش نتاعنا قطاع الصحه. وكانوا فالق ماشي اختنا دا اللي عنده ماريول كوتون اللي عنده بوليستير في الدار اللي عنده ينجم يستعمل. انا نحب اخر كلمه اختنا دا سامحني، انا نحب نشكركم برشا ونحب نقول للساده المشاهدين راهو المهندس التونسي في خدمتكم والطبيب التونسي في خدمتكم ونطبقوا المواصفات وربي يحمي تونس. يعيشك ربي يخليك، شكرا لك سي حسين يعطيك الصحه، شكرا لك. حصرنا الوقت شويه اليوم، حبيت نعتذر من الدكتور المنجي شريف اللي كان مشي دخل معنا لاعطاء وصفات طبيعيه لرفع المناعه. ان شاء الله الحصه الجايه يكون معنا ويعطيكم الوصفات هذه. شكرا لكم نسكن، الى اللقاء، التزموا بالحجر الصحي، باي باي نسكن.